بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي طبعا الموضوع الدياليسيس هو يعتبر واحد من اهم مواضيع النفرولوجي، يعني من غير ما نقعد نقول مقدمات كتير، انتوا عارفين ان النفرولوجي ثلاث مواضيع اساسيه او ثلاثه كاتيجوريز كبار. الكلينيكال نفرولوجي اللي احنا عاملين نشتغله طول اليوم، والترانسبلانتيشن اللي احنا على امل ان شاء الله نشتغله في يوم من الايام، والدياليسيس اللي احنا المفروض نبقى نماستر القصه دي كلها. الدياليسيس واحد من اصعب المواضيع اللي ممكن تتذاكر، في فيزياء كتير ومعادلات كتير، فاحنا هنحاول بقدر الامكان نبسط الموضوع وناخده من تحت لغايه فوق خالص. يعني احنا هنفضل نطلع 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 لغايه ما نوصل للتوب في الدياليسيس ان شاء الله باذن الله رب العالمين. فهنبدا كده. احنا لو انتم بصيتوا على الاندكس بتاع كتاب الهاند بوك اوف دياليسيس، هتلاقوا ان هو بادئ اول شابترين ازاي استقبل المريض واحضره، يعني ازاي اتعامل مع مريض السي كي دي الاول، سواء كان ستيج 2 او 3 او 4، وازاي لو وصل لما يوصل لستيج 4 و5 ابدا احضره واديله الاوبشنز المطلوبه منه، ازاي اقول له احضره للبروتينيال دياليسيس او هيمو دياليسيس او ترانسبلانتيشن. فاحنا هنسكيب الجزء ده، نخش على طول على الجزء الايه، الجزء بتاعنا هو شابتر 3 اللي هو بيتكلم على الفيسيولوجيك برينسيبلز اند يوريا كاينيتيك موديلنج. والحقيقه للاسف الشديد هو اصعب شابتر. يعني هو ده بدايه اول شابتر هنبدا بيه، وهو اصعب شابتر موجود في الهيمو دياليسيس كله. لو حد فيكم يسمع عن اليوريا كاينيتيك هيعرف ان ده اسوء شابتر ممكن يتذاكر، فربنا يعيننا كده ان شاء الله عشان تبقى الدنيا بسيطه وسهله. طب احنا طريقه المذاكره ازاي؟ السلايدز اغلبها هتبقى فاضيه، يعني كلها عباره عن انيميشنز وصور قله جدا فيما نظر لما تلاقي سلايد فيها ايه؟ فيها كلام. فعشان يبقى الموضوع كده ان كومن سنس، هتلاقي لو انت عشان لما ناخد المحاضرات دي نجحها مع بعض، هتلاقي كل سلايد مكتوب فيها من تحت الصفحه اللي هتلاقي فيها الجزء اللي احنا بنتكلم عليه، بحيث يبقى الموضوع سهل. يعني فاضل لي شويه كده واحط لك ايه، اعمل لك مذكرات، اخد بالك ازاي. فنفهم هي اصلا اليوريا بتتكون ازاي وبتتغسل ازاي، ونفهم يعني ايه الكونسبتس اوف دياليسيس اساسا. فبدا كده الكلام، قال لك ان الدياليسيس عباره عن تو سوليوشنز، سوليوشن A وسوليوشن B. احنا التو سوليوشنز دولت بنعرضهم لبعض، لو ده سوليوشن A بالمكونات اللي فيه وده سوليوشن B بالمكونات اللي فيه، احنا بنعمل لهم اكسبوزنج لبعض عن طريق ان احنا بنحط ما بينهم سيمي بيرميبل ميمبرين. القصه ديت هتتيح للمواد الديفرنت سوليوتس اللي موجوده في سوليوشن A انها تخش لسوليوشن B، وهتتيح كمان ان السوليوتس اللي موجوده في سوليوشن B ان هي تروح لسوليوشن A. ولكن القصه دي يتوقف عليها عوامل كتير قوي. اول حاجه ان المواد اللي هتعدي من A ل B او من B ل A لازم تكون حجمها على قد فتحات السيمي بيرميبل ميمبرين. انت عندك غشاء شفاف، الغشاء ده ليه فتحات ليها قطر معين، فانت لازم المواد اللي هتعديها من هنا لهنا او من هنا لهنا لازم تكون قد المساحه ديت او قد الحجم ده. فهتلاقي حضرتك ان المواد الخضراء والمواد الزرقاء دي عدت لان هي تسمح لها البور سايز، يعني هتعدي، انما المواد الحمراء الكبيره دي المولكيولر ويت بتاعها عالي جدا فمش هتقدر تعدي. فده حقيقة. خلينا كده نبدا نطرح شويه اسئله في دماغنا كانت موجوده. هو انا في الدياليسيس بشيل بس من العيان؟ ده الكونسبت اللي كلنا عارفينه، ان انا بشيل باولينا وبشيل كرياتينين وبشيل بوتاسيوم وبشيل مش عارف ايه، انما في حاجات كتيره برضه بقدر ارجعها للعيان على الايه؟ على الدياليسيس. زي ايه كده يا دكتوره هبه؟ زي البيكربونيت مثلا، زي الكربونيت انا ممكن ارجع له كمان بوتاسيوم، ممكن ارجع له كالسيوم، وهكذا في حاجات كتيره قوي ممكن اعملها على الدياليس. طب ده الكونسبت العام. انما في الدياليسيس القصه بقى عامله ازاي؟ انت نفس الكلام برضه، عندك تو سوليوشن، سوليوشن ايه اللي هو هنا عندنا هيبقى البلاد، وسوليوشن بي اللي هو الدايليزيت او محلول الغسيل، والفلتر في النص او سيمي بيرميبل ميمبرين في النص، وتبدا المواد اللي حجمها تسمح انها تعدي من البلاد الى الدايليزيت، زي اليوريا وزي الكرياتينين وزي الفوسفورس وزي الكالسيوم والصوديوم، بينما المواد اللي حجمها كبير زي الريد بلاد سيلز مثلا دي مش هتقدر تعدي. اتفقنا؟ فهي دي فكره الايه؟ الكونسبت اوف هيموداليز. طيب القصه بقى اللي احنا هنتكلم عليها الثانيه هو السوليوت ترانسبورت، نقل المواد دي بيتنقل باهني ميكانيزم. القصه السهله والبسيطه اللي احنا نسمع عنها من اول ثانيه ابتدائي هي الديفيوجن، اللي هو الانتشار البسيط، ان المواد تعدي من الهاي كونسنتريشن الى اللو كونسنتريشن. فاقوم سالك مثلا يا لاء، تتوقعي مين هيبقى في كونسنتريشن اعلى من البولين من اليوريا؟ العيان البلاد او السوليوشن بتاع البلاد، ولا السوليوشن بتاع الدايليزيت بتاع البلاد؟ طبعا. فدي الطريقه البسيطه السهله اللي هنعدي بيها. في طريقه ثانيه وهي اسمها الكونفكشن. فاحنا هنتكلم على الديفيوجن وهنتكلم على الكونفكشن بالتفصيل. فتعالى كده الاول نتكلم على الديفيوجن. نفس الكلام، انت عندك سوليوشن A وسوليوشن B.
في مواد او مركبات موجوده في سوليوشن ايه مش موجوده في سوليوشن بي، خلاص دي هتعدي. طب المواد دي ليها احجام مختلفه، حاجات صغيره جدا، حاجات متوسطه الحجم، وحاجات كبيره وحاجات كبيره قوي. طب هل هيبقى في فرق ما بينهم؟ اه، الباراجراف اللي محطوط في صفحه 34 اللي بيتكلم على الديفيوجن، احنا عارفين ان هو الديفيوجن مواد بتعدي من الهاي كونسنتريشن الى اللو كونسنتريشن، بس هل في ديفرنس في المواد ديت؟ احنا عارفين ان لازم عشان الماده تعدي لازم تكون على قد حجم المرشح، اي نعم، بس حتى لو كانت على قد حجم المرشح هتلاقي المواد الصغيره تعدي بمنتهى السرعه، بينما المواد اللي حجمها اكبر هتعدي ببطء. اخد بالك ازاي؟ فالكلام ده هيخلينا نطرح نفسنا سؤال، هو ايه احجام المواد اللي احنا بنتعامل معاها ديورنج داليس؟ فانت عندك ميه دي اقلهم حجما، يعني الموليكولاريت بتاعها 18 دالتون، دي اقل ماده ممكن نتعامل معاها. عندك اكبر حاجه مثلا اقل من الريد بلاس سيلز هي الجلوبلين والالبومين، هتلاقي الالبومين 66000 دالتون وهتلاقي الجلوبلين 150000 دالتون. فطبعا الحاجات ديت كلاسيكالي كده ما بتتشالش على الدالس، واخد بالك ازاي؟ بس انت مثلا تعالى كده نراجع نفسنا كده، هتلاقي مثلا من الميه لغايه اليوريك اسيد دي مواد احنا بنسميها سمول سايد سوليوت، من اول 18 صوديوم 33 كالسيوم 40 يوريا 60 كرياتينين 113 فوسفورس 94. فده سؤال جميل قوي، يعني مين المفروض ثيوريتيكالي سبيكينج اسهل في ان هو يتغسل، كرياتينين ولا الفوسفورس؟ فوسفورس ثيوريتيكالي سبيكينج، لان كل ما الماده حجمها بقى اصغر كل ما تقدر تتحرك بسرعه جدا ناحيه الايه، ناحيه الدايليزين، وكل ما الماده مالت ان هي تبقى في الميات هيبقى حركتها ايه، بطيئه. نفس الكلام هتلاقي عندك ماده غيتد قوي اسمها البيتا 2 مايكرو جلوبلين، دي حجمها او المولكيولار ويت بتاعها 11800 دالتون، فده حجم كبير جدا، مش اي غسيل يقدر يشيل البيتا 2 مايكرو جلوبلين اللي احنا بنسميه كونفنشنال داليسيس اللي هو الغسيل المتعارف عليه ما يقدرش يشيل البيتا 2 مايكرو جلوبلين، اتفقنا كده؟ بينما طبعا المواد اللي هي لارج مولكيولار سايز اللي هي زي الالبوم والجلوبلين دي المفروض ما تتشالش خالص على الداليسيس بالطرق العاديه ولا حتى بالطرق الغير عاديه. طيب الكلام ده مهم، اه مهم، مهم جدا انك تعرف حجم المواد اللي انت بتتعامل معاها، وبناء على كده هتعرف ان الصوديوم والكالسيوم واليوريا غسيلهم سهل، بينما كل ما دخلت في الميات بتلاقي الغسيل اصعب شويه، المواد حركتها بتبقى ابطا شويه، ولكن بتتغسل؟ اه طبعا بتتغسل، اتفقنا؟ لان بقى اي مرشح في الدنيا دي كلها او اي غسيل في الدنيا دي كلها يقدر يغسل اي ماده من المواد اللي ليها ايه؟ سمول سايز موليكولار ويت، شكرا سهل. اي مرشح في الدنيا او اي طريقه غسيل تقدر تغسل بمنتهى السهوله المواد اللي ليها لو موليكولار ويت، بينما عشان اشيل ان انا الميدل سايز موليكيول زي البيتا 2 مايكرو جلوبلين محتاج ان انا اعمل موديفيكيشن شويه في طريقه الغسيل بتاعتي، ما تبقاش الطريقه التقليديه. وكل ده هنبدا نتكلم عليه بما بعد. جه بعد كده بيتكلم على الكونفكشن، احنا اتفقنا ان الغسيل يا اما ديفيوجن يا اما كونفكشن، اتفقنا؟ في طريقه ثالثه، في طريقه بس الكتاب ما اتكلمش عليها، ممكن يبقى يتكلم عليها قدام، خلاص؟ بس هم دول الطرق اللي احنا ايه، اللي احنا عارفينها العاديه يعني. طب الكونفكشن ده اللي هو حاطه ما بين قوسين اللي كتب عليه الترا فلتريشن، واحنا عندنا اعتراض شويه ان في فرق شويه ما بين الكونفكشن وما بين الالترا فلتريشن، هنتكلم عليهم دلوقتي بالتفصيل. بس هي فكره الكونفكشن ايه ان جنرال، يعني نفس الكلام، انت عندك سوليوشن ايه وسوليوشن بي، الطبيعي ان المواد تعدي من سوليوشن ايه الى سوليوشن بي لغايه ما يحصل حاجه احنا بنسميها الايكوليبري. هيبقى ايه هو الايكوليبري يا حنان؟ ان بالظبط ان السوليوتس هنا، تركيز السوليوتس هنا بقى قد تركيز السوليوتس هنا، فيتوقف في الايه الديفيوجن في المرحله دي. انما الكونفكشن بقى قصه مش كده، الكونفكشن ان انت لو عايز تعدي المواد من سوليوشن ايه لسوليوشن بي بتقوم انت حاطط هيدروستاتيك بريشر هنا، الهيدروستاتيك بريشر ده يضغط على سوليوشن ايه فيبدا يحرك المواد باي بريشر ديفرنس من الهاي بريشر الى اللو بريشر. طب هنا بقى هل هيفرق الحجم الجزيئي او الموليكولار سايز بتاع المواد ولا مش هيفرق؟ هو ده السؤال اللي احنا عايزين نطرحه. ولكن هو سمى القصه دي سماها سولفنت دراج، وبيحبوا يسالوا فيها قوي في الامتحانات، يعني ايه كلمه سولفنت دراج؟ هي تعاديه المواد او مرور المواد او الباسج اوف سوليوتس من مكان فيه هاي بريشر الى مواد الى مكان فيه لو بريشر، ودي الطريقه اللي احنا بنسميها الكونفكشن. خلاص دي بنسميها سولفنت دراج. فراح جاي الكتاب كاتب جمله جميله قوي. قال لك ان قصه الكونفكشن دي او الالترا فلتريشن او السولفنت دراج بتقول لحضرتك كان وايند سويبنج along ليفز اند دست از ات از بلو، يعني كده الرياح وهي بتعدي عماله بتنفخ في التراب وورق الاشجار فبتشيله كلها معاه بكل الكميه اللي موجوده، ماشي؟ فالقصه عامله كده بالظبط، انت الدخان عندك والعاصفه عماله تعدي وشايله ذرات التراب وشايله شرات الايه ذرات الشجر، او قال لك ايه، او شبه الكرنت ان ذا اوشن موفينج بوث سمول اند لارج فيس از ات فلو،
بيقول لك ان برضو تيارات المحيط معديه عماله تتحرك في طريقها، السمك الصغير والسمك الكبير في نفس الوقت، زي كده ايه المنظر بتاع نيمو، اخد بالك ازاي؟ مش عارف اعمل ايه اكتر من كده. هو قصده ايه في النقطه دي؟ قصده ايه؟ قصده ان الفرق ما بين، طب انا هشيلها عشان انتوا مركزين معاها قوي. ان الفرق ما بين الديفيوجن والكونفكشن، ان في الديفيوجن المواد بتعدي من الهاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن، كل ما كانت الماده حجمها اصغر كل ما عدت احسن. الكونفكشن مش كده، الكونفكشن كل المواد هتعدي طالما تقدر تعدي من ايه، من البور سايز، لدرجه ان هي هتعدي بنفس الاوريجينال كونسنتريشن اللي كانت موجوده فيه في الايه، في السوليوشن ايه. يعني انت لو عندك اليوريا مثلا في سوليوشن ايه تركيزها 100، خد بالك، لو انا عملت كونفكشن على سوليوشن ايه، حطيت بريشر عالي وبدات ان انا احرك ميه بسوليوتس ناحيه سوليوشن بي، هلاقيها في سوليوشن بي بقى تركيزها 100 برضه، يبقى هتعدي بنفس التركيز بالظبط، واخد بالك ازاي؟ طيب احنا اتفقنا ان احنا في فرق عندنا ما بين، الكتاب مش موضح الفرق ده، الكتاب كاتب لك ان الكونفكشن هو الالترا فلتريشن، ويقوم حد من اساتذه اللي انت عارفهم يا دكتور احمد اللي هم بيحبوا قوي الهيموداليسيس، يحب يسال قوي السؤال ده في الايه، في الزماله، وقاله كذا مره في محاضراته. في فرق كبير جدا ما بين الالترا فلتريشن والكونفكشن. في فرق، مش كبير قوي بس في فرق. هما الاثنين نفس الفكره، انا لو عايز اعمل الترا فلتريشن هقوم ضاغط جامد جدا على البريشر بتاع الدم عشان اخليه يرشح ميه ناحيه الدايليزيت، هي دي فكره الالترا فلتريشن. نفس الفكره بعملها في الكونفكشن، ان انا بحط ضغط كبير جدا فبيطلع ميه وسوليوت. فيقوم قايل لك الفرق ما بينهم ايه، لما تيجي تقول لي كونفكشن، لما تيجي تقول لي انا بعمل داليسيس باي كونفكشن، يبقى انا بشيل سوليوت بالميه بتاعتها، بشيل ايه، سوليوت بالميه بتاعتها، بس اصل كلامي هنا ان انا بوجه كلامي ناحيه السوليوت. انما لما تيجي تتكلم على الالترا فلتريشن انا بوجه كلامي ناحيه ميه فقط، ماليش دعوه بالسوليوت اللي دايبه فيها. هي دي فرق، انما هما الاثنين بنفس الميكانيزم، هما الاثنين نفس الفكره، بس انت قصدك تتكلم على مين، على السوليوتس اللي دايبه ولا على الميه بس اللي موجوده. طيب الحقيقه بعد كده هو دخل، المهم هو جه اتكلم على شويه فاكتورز كده بتتحكم في قصه الايه، الالترا فلتريشن. قال حضرتك اللي عندنا مش بتتحكم، هي ليها علاقه مرتبطه بالالترا فلتريشن. قال لك في والله حاجه اسمها هيدروستاتيك الترا فلتريشن، في عندنا حاجه ثانيه اسمها اوزموتيك الترا فلتريشن، في عندنا حاجه ثالثه اسمها البيربوس اوف الترا فلتريشن اللي هنتكلم عليها، وحاجه رابعه ان انا بستخدم الالترا فلتريشن عشان احسن السوليوت كليرنس، احسن الغسيل. يبقى انا بعمل الترا فلتريشن عشان مجرد بس ان انا ايه، اعلي كفاءه الغسيل، لان الديفيوجن لوحده مش مكفيني، انا كمان عايز ازود الترانسبورت بتاع السوليوت، مش بس باي ديفيوجن، لا انا عايز ازود احطه كمان باي كونفكشن. طيب الحاجات اللي بتتحكم في الهيدروستاتيك بريشر عندنا تي ام بي، وحاجه اسمها الالترا فلتريشن كوفيشنت او الكي يو اف. تعالى الاول نتكلم على التي ام بي. التي ام بي هو ده اختصار ايه يا دكتوره شيماء؟ تمام، اختصار ايه يا دكتوره هبه؟ ترانس ممبرين بريشر. ترانس ممبرين بريشر هو لحياتك ده كالكوليشن للبريشر ان ذا بلاد كومبارتمنت ناقص منه البريشر في الدايليزيت كومبارتمنت. البريشر جوه الدم، جوه الكومبارتمنت بتاع الدم، بنطرح منه البريشر ايه بتاع الايه، بتاع الدايليزيت. فالقصه ماشيه ازاي؟ لو احنا عندنا ده المرشح كده بمنتهى البساطه وجواه فيه الهولو فايبرز، انت عندك الدم بيبدا بيخش كده جوه المرشح في الاتجاه ده، خلاص بيبقى ده الارتيريال لاين وده الفينوس لاين او الان فلو والاوت فلو، بعد كده بيخش عندك الفريش دايليزيت بيطلع باتجاه العكسي عشان يطلع الايه، يطلع فريش ويطلع ويست دايليزيت. فاحنا لو اخذنا حته من هنا وكبرناها كده بالمنظر ده، يبقى احنا عندنا الاحمر ده الدم والازرق ده الايه، الدايليزيت. فانت عندك هنا في هيدروستاتيك بريشر بتاع الدم اللي بيحاول يزق المواد اللي موجوده ناحيه، اللي موجوده في الدم ناحيه الدايليزيت، وعندك اونكوتيك بريشر موجود بتخلي يعني بيعملوا او بينشئوا المواد اللي ليها اوزموتيك بريشر عالي جوه الدم زي الالبوم مثلا، بيحاول يشد ميه من الدايليزيت ناحيه الايه، ناحيه البلد. وعندك كمان نفس انواع البريشر جوه الدايليزيت، هيدروستاتيك بريشر المكنه ممكن تتحكم فيه للدايليزيت، هي اللي ممكن المكنه تعمله، لان المكنه فيها بامب للدايليزيت فتقدر تلعب في الـ في البريشر بتاع الدايليزيت. وعندك اونكوتيك بريشر في الدايليزيت. ازاي يعني؟ هل ممكن ان انا اعمل اونكوتيك بريشر جوه الدايليزيت؟ السؤال ده مريب شويه. الحقيقه في الهيموداليسيس لا، يعني في الهيموداليسيس مفيش اونكوتيك بريشر جوه الايه؟ لا مفيش انكوتك لازم فلس، مفيش اصلا دايليزيت. لا هقول دلوقتي، جايه دلوقتي.
بتعمل دلوقتي ازاي؟ ازاي اقدر اعمل انكوتيك الترا فلتريشن؟ ازاي اقدر اعمل انكوتيك الترا فلتريشن؟ ان انا احط لك ماده هنا تسحب ليها اوزموتيك بريشر عالي وتسحب ماي، بس ساعتها مش هيبقى اسمه هيمودالز، ده بيحصل بس في حاجه ثانيه. المهم نخش على فكره ثانيه احنا اتكلمنا عليها برده بتتحكم في الهيدروستاتيك بريشر، وهي حاجه اسمها كي يو اف او الالترا فلتريشن كوفيشنت، ودي خاصيه لها علاقه بالمرشح نفسه. لو احنا جبنا المرشح الشكل اللي احنا عارفينه وفتحناه هنلاقي عباره عن هولو فايبرز موجوده كده، لو اخذنا فايبر واحد منهم وبصينا عليه تحت الالكترو مايكروسكوب هيبقى ده شكله بالمنظر ده، ده اللي بيعدي جواه الدم. لو احنا كبرناه اكتر واكتر بتلاقيه مخرم كده بالمنظر ده. فانا عشان ازود الالترا فلتريشن كوفيشنت كفاءه المرشح انه يسحب ميه اكتر، محتاج ان انا العب في الممبرين ثيكنس. كل ما كان ايه، كل ما الالترا فلتريشن زاد، كل ما كان الثيكنس ده الثيكنس ده ارفع، كل ما قدره الميه انها تعدي اسرع، وكل ما كان البور سايز اللي موجوده هنا كبيره كل ما الميه عدت اسرع. وهما دول الاثنين عوامل اللي بيتحكموا في حاجه اسمها الترا فلتريشن كوفيشنت. طب الالترا فلتريشن كوفيشنت دي حاجه خاصه بايه؟ يعني خاصه بالمكنه ولا خاصه بالمريض ولا خاصه بالمرشح؟ لا دي خاصه بالمرشح فقط، دي خاصيه ليها علاقه بالمرشح. كل مرشح لما نيجي نفتح البامفلت بتاعه الدكتوره شيماء هنلاقي مكتوب جواها كده الكي يو اف بتاعت هذا المرشح، هتلاقي الاف 60 ليه كي يو اف، الاف 600 ليه كي يو اف، الاف 800 او الاف 80 دي كي يو اف معين، فكل مرشح ليه الترا فلتريشن كوفيشنت خاصه بيه. اتفقنا كده؟ طب بتتقاس ازاي الالترا فلتريشن كوفيشنت؟ قال لك حضرتك ده كميه الميه اللي تقدر تعدي من جوه المرشح من الدم للدايليزيت برملي او بملي يعني مليليتر بير اور لكل مليمتر ميركري تغيير في التي ام بي. يعني انا لو خليت التي ام بي واحد يعني عارف دلوقتي التي ام بي يعني ايه؟ يعني فرق الدم ما بين جوه وبره، فرق البريشر ما بين جوه وما بين بره. لو انا خليت الفرق ده 1 مليمتر ميركري هيعدي مثلا 5 ملي في كل ساعه، هيعدي 20 ملي في كل ساعه وهكذا. يبقى انا ولو غيرت التي ام بي، طب لو انا ده الكلام لو التي ام بي كان واحد، طب لو انا خليت تي ام بي 2 بدل ما هنا كان هيبقى 10 هيبقى 20، لو خليت تي ام بي 3 بدل ما كان 10 هيبقى 30 وهكذا. يبقى كل تغيير في التي ام بي بيغير في الايه، في الالترا فلتريشن، وده اللي المكنه بتعمله. يعني انا دلوقتي انا اسهل حاجه عندي دلوقتي ان انا اخش على المكنه واقوم انا الله عايز الترا فلتريشن 4 لتر على مدار 5 ساعات. فالمكنه بتعمل الكلام ده ازاي؟ بتبدا تلعب في التي ام بي خلاص عن طريق ان هي تغير البريشر جوه الدايليزيت كومبارتمنت وتغير البريشر جوه البلاد كومبارتمنت عشان تبدا توازن القصه وتسحب لك بالريت اللي انت ايه اللي انت عايزه. دي يعني معادله معقده جدا. طب نخش على موضوع الانكوتيك الترا فلتريشن. فكرته ايه يا ساره الانكوتيك الترا فلتريشن؟ ان انا عايز احط ماده هنا ليها انكوتيك بريشر عالي جدا عشان تعمل ايه؟ عشان تسحب. عشان تسحب ايه؟ عشان تسحب ميه. يبقى دي فكره الانكوتيك الترا فلتريشن. والحقيقه ما بيحصلش في الهيموداليس، لان انا كل الدايليزيت اللي انا بستخدمه في الهيموداليسز ما عندوش انكوتيك بريشر. انا ممكن العب في الهيدروستاتيك بريشر انما ما اقدرش يعني احط لك فيه البومين مثلا، ما ينفعش. انما ده ممكن يحصل فين؟ في البروتينيال دالس. بس هي هو فكره البروتينيال دالس ان انت بتغير القصه، بس بدل ما انت بتحط مرشح صناعي المرشح عندك طبيعي هو مين؟ هو البروتينيال ايه؟ ساك. فانت البروتينيال ساك او البروتينيال ميمبرين هو اللي بيقدر يعدي. فعشان كده بتسمع، ما اعرفش سمعتوا عن المصطلح ده قبل كده عندنا ولا لا، يقول لك اه ده المريضه بتاعتها بتغسل بمحلول مركز عشان تعمل الترا فلتريشن. لو ربنا اراد يعني وجات الفرصه هنبقى نتكلم عنها في يوم من الايام. البوربس في الترا فلتريشن، احنا ليه بنعمل الترا فلتريشن يا دكتور مالك؟ اللي عايز تقلله ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ لود العين لود قدوه فعلا. اه لا جميله جميله ما شاء الله ما شاء الله. طيب احنا الحقيقه احنا بنشيل الاكيوميليتد ووتر اللي بتتجمع في الانتر دايليتيك بيريود، ده كده الاسم العلمي بتاعها. احنا بنشيل الاكيوميليتد ووتر اللي بتتجمع في الانتر دايليتيك بيريود، عشان كده المريض بيخش بري دايليسيس بيوزن وبيطلع بوست دايليسيس بيوزن عشان نتاكد ان هو وصل للدراي ويت اللي احنا ان شاء الله هيجي لنا يوم نتكلم عليه. طيب فالسؤال بقى اللي انا عايز اساله الدكتوره حنان، هو الميه اللي بتحصل بتيجي ديورينج في الانتر دايليتيك بيريود دي بتيجي منين؟ اللي بشربه من يوم بتيجي من الانجكشن اوف ووتر. تمام ده كلام جميل، بس انا اعرف عيان ما بيشربش ميه خالص ومع ذلك بيزيد.
ميتابوليزم. يبقى هو بتيجي من الاكل والشرب والميتابوليزم. الميتابوليزم نفسه اللي بيحصل العمليات الحيويه اللي بتحصل جوه الجسم نفسها بتطلع ميه. فده الايه، ده السورس بتاع الايه، الانترداليتيك ويت جين. فبقول لحضرتك تيبيكال يعني كلام ارقام، ان العيان اللي بيغسل 3 مرات في الاسبوع بيجين من كيلو ل 4 كيلو ايه ما بين الجلسه والثانيه، وان في الكلينيكال نيد الالترا فلتريشن غالبا بيرنج ما بين نص لتر للتر و2 من 10 بير اور. وبعد كده احنا هنتكلم ايه اللي طبعا اللي كل ما سحبنا اكتر كل ما الريسك اوف مورتاليتي زاد، وكل ما قللنا سحب كل ما الريسك اوف مورتاليتي قل. وهنبدا نتكلم على الكلام ده بالتفصيل. ولكن احنا الحقيقه بنحب المريض اللي ما بيسحبش، مش عشان هو ايه. طيب يبقى احنا اتكلمنا على ديفيوجن وكونفكشن اللي هو ديفيوجن والترا فلتريشن. طيب لو احنا حبينا نقارنهم ببعض عشان احنا عايزين نستخدم الالترا فلتريشن عشان نزود بيه كفاءه الغسيل، فهو الحقيقه الديفيوجن هو الريموفال هنا بيعتمد على الكونسنتريشن والسايز. يعني على الكونسنتريشن والسايز، واتفقنا ان كل ما الحجم قل كل ما اتحركت اسرع، كل ما الحجم زاد كل ما اتحركت ابطا. بينما الالترا فلتريشن هنا اي ماده حجمها اقل من السبور سايز هتعدي بنفس السرعه، هتعدي بايه؟ بنفس السرعه. طيب عشان هي دي الفكره ايه؟ ذا سيم ريت دي. فالحقيقه اللي خلى الناس تفكر في القصه دي قالك طيب ما يعني انا لو غسلت بالكونفكشن لوحده ده حد الغسيل حد المريض بتاعي جلسه ذات كفاءه؟ اه طبعا هديله جلسه جزائيه ذات كفاءه. فطلع هنا من هنا مصطلح اسمه الهيمو فلتريشن. الهيمو فلتريشن، والهيمو فلتريشن هي طريقه من الدياليسيس بتعتمد اونلي اون كونفكشن، ان انا بغسل ببريشر عالي جدا فبعدي ميه وبعدي ايه؟ وبعدي سوليوتس. وهي الطريقه دي اخترعوها يعني لها علاقه بالفلترد كوفي. لو انتم عارفين الفلترد كوفي يعني ان انت بتبقى حاطط الباودر بتاع الكوفي بتاعك جوه كونتينر معايا ايه، بتحط هاي بريشر جدا زي الراجل ما بيعمل كده، بتلاقي الميه الفاتحه بقى كلها ايه، بقى كلها غامق نتيجه ان ايه السوليوت ايه كومبارتمنت، ان هي بدات تتغير السوليوتس تتجمع من الجزء من الكومبارتمنت بتاع الفلترد كوفي للكومبارتمنت بتاع الميه. ولكن هيبقى عندي مشكله خطيره جدا ان انا لو دخلت المريض بتاعي 70 كيلو عملت له هيمو فلتريشن هيموت بعد اول نص ساعه. ليه؟ بالظبط كده، انت هتعمل ماسيف اماونت اوف الترا فلتريشن. طب انا فده يتوجب عليا ان اللارج اماونت اوف الترا فلتريشن اللي هتحصل ديت خلاص تبقى انت المريض اصلا عايز تسحب له كتير، او ان انت تعمل له حاجه اسمها ريبليسمنت فلويد، ان انت المريض وهو الدم راجع له من المرشح بتدخل له معاها ايه؟ محاليل تاني عشان تعوض له الميه اللي هو فقدها ديت بالريت اللي انت ايه بالريت اللي انت شايفه صح. طب لو احنا حبينا نقارن كده ما بين الهيموداليس اللي هو الاتش دي والهيمو فلتريشن اللي هو الاتش اف، هنلاقي ايه بقى؟ والله الخط اللي هو المنقط ده هو الكونتينيوس او الكونتينيو فينو فينس هيموداليس، بينما الخط العادي ده اللي مستمر الكونتينيوس ده الكونتينيوس فينو فينس هيمو فلتريشن. ده هنا بالنسبه لليوريا وده هنا بالنسبه للبيتا 2 مايكرو جلوبولين. دكتوره ساره حضرتك شايفه في فرق ما بين الهيمو داليسز والهيمو فلتريشن في اليوريا ريموفل؟ الاثنين زي بعض. بينما لو بصيت على البيتا 2 مايكرو جلوبولين ريموفل هلاقي ايه؟ هلاقي ان مين متفوق على مين يا دكتوره هبه؟ الهيموفلتريشن متفوق جدا. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان الهيموداليسيس العادي اللي بيعتمد على الديفيوجن كل ما الماده اللي انت عايز تشيلها حجمها كبر كل ما غسلها هيبقى اصعب، كل ما غسلها هيبقى اصعب، وتتشال احسن بالكونفكشن ما تتشالش احسن بالايه؟ بالديفيوجن. فيقوم كده السؤال في الامتحان الجاي ان شاء الله، واخد بالك؟ ما كان في الامتحان اللي فات بس كان على حاجه، ده الامتحان اللي جاي ان شاء الله، ان المركبات اللي انا حطيناها اسميها في الجدول بالترتيب ده كل ما الماده كان حجمها كبير زي البيتا 2 مايكرو جلوبولين تتشال احسن بايه؟ بالكونفكشن، بالكونفكتيف ميثود، بالكونفكتيف ميثود. اتفقنا كده؟ ماشي. طيب فدي معلومه مهمه جدا محتاجين نعرفها. فاحنا عندنا كده باختصار بقى في حاجه اسمها هيموداليسيس وبقى في حاجه اسمها هيمو فلتريشن. فواحد قال لك طيب ايه اللي يحصل لو انا عملت الاثنين مع بعض؟ يعني انا غسلت بالكونفكشن والديفيوجن مع بعض، فالاثنين مع بعض سماهم ايه؟ هيمو دايا فلتريشن اتش دي اف. فكرته ان انا بابلاي بريشر كبير جدا وفي نفس الوقت بستخدم دايليزيت. اخد بالك ازاي؟ يبقى انا لو استخدمت دايليزيت يبقى انا هعمل ديفيوجن، وكمان هستخدم هاي بريشر وفيري لارج اماونت اوف الترا فلتريشن
يعني المريض هنا مثلا اتليست المريض بيسحب على الجلسه بتاعته 21 لتر او يوصل عفوا 25 سي دي او 30 لتر الترا فلتريشن على الجلسه الواحده. وبالتالي لازم اعوض له الايه المحاليل اللي انا سحبتها منه او الماء اللي انا سحبتها منه دي. يبقى هدف ال HDF ايه هو يا دكتوره الاء؟ ايه البيربوس؟ انا ليه ده هدخل المريض بتاعي في جلسات HDF؟ استفدت ايه انا يعني ايه الموضوع ده هيفيدني في ايه؟ يعني انا لو قلت لك هتبقى كفاءه الجلسه احسن في مين؟ في الكونفنشنال هيموداليسيس اللي هو بيعتمد على الديفيوجن بس، ولا ال HDF اللي بيعتمد على الديفيوجن والكونفكشن؟ ال HDF طبعا هيبقى احسن، بس هيبقى احسن في اليوريا ريموفال. يعني انا لو عملت المايك بتاعي اللي احنا عارفينه واتس كولد يوريا ريدكشن ريشيو، هلاقيهم الاثنين يعني قريبين من بعض، انما هلاقي الميجور ديفرنس في مين؟ في مركبات كبيره الحجم، في مركبات كبيره الحجم اللي هو هنا في الكتاب باي ذا وي مسميها لارج مولكيولر سايز، وان احنا بنسميها ما بيننا ومن بعض او في بقيه الكتب بتاعتنا بنسميها ميدل سايز مولكيولز، لان احنا لما بنيجي نتكلم على اللارج سايز بنلاقيها بنقول على الالبومين والجلوبولين وبقيه البروتين. لا الفوسفورس الحقيقه الفوسفورس الفرق ما بينه وما بين الاتش دي اف قليل، ما بين الكونفشنال هيموداليسيس والاتش دي اف قليل جدا، لان الفوسفورس هتيجي دلوقتي الكلمه عنه هنقول ايه قصه الفوسفورس. طيب معنى كده موضوع الكونفشنال الايه؟ ايه الفرق بين الهيموداليسيس والهيموفلتريشن؟ ان انت في الهيموفلتريشن ما بتستخدمش دايليزيت. ايوه الفرق معاك في ان انت بتحسن اكتر واكتر، لان بيبقى في ديفيوزف ايه ديفيوزف ميجرز معاك، ان انت بترجع للمريض بايكارب برضو بتاخد من بترجع برضو اه، وبنفس الوقت الديفيوجن كمان بيدي شويه تحسن للجلسه. الحاجه اللي انت عندك افضل ان انا لو محتاج عيان ديكت النوعين من الارض في الديشن كتير هو ما بقاش في حاجه اسمها هيموفلتريشن لوحده، يعني ما فيش دلوقتي لو احنا بنقارن بالايه لو هو الديتاسس وداس وبليكولار سايز مع الارض في الديشن مع المريض بلاش ده هيكون افضل من بالظبط كده بالظبط على اللي انت بتقول. اه ما بالظبط طب إيه، وفي نفس الوقت كمان لو انت عايز هي الناس اللي اخترعوا ال HDF اخترعوه عشان يشيلوا بيه الميدل سايز مولكيولز البيتا 2 مايكروجلوبولينز والانترلوكينز والسيتوكاينز والحاجات هي دي فكرته، بس مش عشان الالترا فلتريشن، لان الكونفشنال هيموداليس نقدر نعمل بيه برضو اماونت اوف الترا فلتريشن كبيره لو المريض بتاعك انا اقصد ان حتى التعويض الريبليسمنت اللي انت هتعمله بوجود الدياليزي اه ال HDF مش هيبقى عامل بالانس مع الارض فلتريشن كتير قوي اللي انت بتعمله. لا المكنه بتظبطها لوحدها، مكن ال HDF بيظبط القصه دي لوحدها، انت مجرد ما بتقول له انا عايز اسحب كذا وهو بيرجع لوحده ويقول لك انت النت الترا فلتريشن كام؟ ده مكن ال HDF. نقطه برضو من ضمن الاختلافات ما بين الكدني وما بين الدياليسيس هو الكدني بتعتمد في الاكسكريشن النهائي بتاعها على ثلاث حاجات. على جلومير فلتريشن، على تيوبلر سكريشن، وتيوبلر ري ابزوربشن. الكلام ده يعني بيزك ساينس، دي بيزك فاكتس يعني خلاص. احنا بنستعيد للمرضى اللي عندهم رينال فيلير عن الكيدني بتاعتهم اللي شغاله بنستعيد بيها بالايه بالهيموداليس. طب الهيموداليس ده هل هيحل محل الجلومير فلتريشن ولا تيوبلر سكريشن ولا تيوبلر ري ابزوربشن ولا هيحل محل الثلاثه؟ دي نقطه مهمه جدا، فده سؤال مثلا نحب نجوى تجاوب عليه. تتوقع كده ان الدياليسيس ده المكنه نفسها دي بتشتغل كانها جلوميرال فلتريشن ولا تيوبلر سكريشن ولا تيوبلر ري ابزوربشن؟ مع العلم هل حضرتك عارفه يعني ايه تيوبلر سكريشن تيوبلر ري ابزوربشن؟ عارف مش فاكره المواد بالظبط. الجلوميرال فلتريشن يعني المواد هتعدي من الجلوميرولوس للباومانز كبسول من الهاي بريشر لللو بريشر، بغض النظر عن المواد دي اهم فكرتها ايه او تركيبها ايه، المهم انها تكون مولكيولار سايز بتاعها قليل تقدر تعدي، لانها بتعدي من هاي بريشر للو بريشر. تيوبلر سكريشن تحتاج وجود كارير على البروكسيمال تيبيولز يقدر يسحبها من البري تيوبلر كابيلاري وينزلها. تيوبلر ري ابزوربشن هنرجع نمتصها نرجعها الدم تاني. تتوقع المرشح بيعمل انهي واحده من الثلاثه؟ المرشح بيعمل الاولانيه بس ولا فلتريشن؟ انت ما تقدرش تجبر المرشح انه ياخد يملى مواد معينه من الدم باي نيم يطلعها للايه للسليوش للدياليزيت، او يسحب مواد معينه باي نيم يدخلها تاني. ما اقدرش. الحاجه الوحيده اللي بيقدر المرشح يعملها هي جمال فلتريشن، حاجه نون سيلكت. الكدني بقى من عظمه ربنا ده فيها حاجات تانية خالص. بيقول لحضرتك ان اي مركب ماشي في الدم بيبقى ماشي بطريقتين، جزء منه فري
زي الاجزاء اللي فاضيه دي كده وجزء منه باوند تو بلازما بروتين، باوند تو بلازما بروتين. وانت عندك الادويه او المواد بتختلف على حسب نوعيتها وعلى حسب الفيزيكال او الكيميكال الكرايتيريا بتاعتها، هي كام في المية باوند وكام في المية فري. فهتلاقي مثلا دواء زي الاسبرين اغلبه فري، دواء مثلا زي الوارفرين اللي هو الماريفين، او دواء زي الديجوكسين بيبقى اغلب الدواء باوند تو بلازما بروتين. فقوم سائل كده، احنا اتكلمنا يمكن على الديجوكسين اكتر من مره هنا واحنا قاعدين مع بعض، وقلنا ان الديجوكسين كان بي ريموفد باي باي كونفنشنال دياليسيس. لا ابسولوتلي نو. بس انت لما تيجي تفكر وتيجي تراجع فارماكولوجي، هو الديجوكسين بيتشال من الجسم ازاي؟ ايه الروت اوف اكسكريشن بتاعه؟ باي ذا كيدني. ايه ده يعني الكيدني بتقدر تخرج الديجوكسين؟ اه. والغسيل ما بيعرفش يشيله؟ ما بيعرفش يشيله. طب جت ازاي دي؟ جت لان الكيدني بتقدر عندها قدره انها تشيل البروتين باوند كومباوند. ان ساعات البروتين البلازما بروتين بيجي تلزق على السيرفيس بتاع البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول سيلز، وتقوم البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول شايله منها الدواء ومرجعه القلب من تاني. ودي طريقه انا نفسي ما كنتش عارفها غير لما قريتها في الكتاب. فبيقولوا حضرتك ده نورمال كيدني كان ديتوكسيفاي البروتين باوند اورجانيك اسيد اند بيز. وصلت المعلومه دي؟ عشان كده اللازكس بيقدر يوصل للكيدني، اللازك بيقدر يوصل للكيدني على طريق الالبومين وبتاع. واحنا بقى القصه اللي احنا بناخدها على طول في المرور، اللي عنده لو البومين فاللازك مش هيشتغل فيه عشان عنده هايبو البومينيميا والكلام ده، واخد بالك ازاي؟ في طريقه ثانيه بتقدر برضو الالبومين او البلازما بروتين سبستنس تقدر الكيدني تشيلهم، عن طريق ان في كميات قليله جدا من الايه؟ من البروتين بيحصل لهم فلتريشن. كميات قليله جدا من البروتين يحصل لهم فلتريشن. ولو دخل البروتين ده على البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول من اليومينال سيرفيس، تبدا الايه؟ البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول تعمل له ميتابوليزم وتكسره. فتبدا تلاقي الكيدني تقدر تتخلص من المواد البروتين بايند، انما الهيموداياليسيس يقدر؟ لا ما يقدرش خالص. طيب طب لو انا بقى عايز اتكلم على الريموفال اوف بروتين باوند كومباوند بالدياليسيس بقى، ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على هي نسبه الفري فورم من الماده دي او الدراج ده كميته قد ايه؟ احنا قلنا ان اي ماده في الدم ماشيه فري وباوند، نسبه الفري للباوند قد ايه؟ مش بس كده، لان الفري هو اللي هيتشال، الباوند مش هيتشال. طب انت لما بتشيل الفري الدواء سرعته قد ايه عشان ينزل تاني يتحول الى فري؟ ما هي قصه الفري والباوند كده، يعني انت كل ما بتشيل فري جزء من الباوند ينزل يتحول الى فري. لو الدواء او الماده اللي انت بتتكلم عليها فيها بتتحول بسرعه من فري الى باوند، الاكوليبريم بتاعها بيحصل بسرعه، كل ما هتشيل الفري هيتحول الى فري تاني، فتغسلها كل ما زودت وقت الغسيل كل ما الدنيا حصلت الدنيا بقت اسرع وكل ما غسلته احسن، وده ما بيحصلش فعلا في الديجوكس. طيب النقطه بقى اللي في الاخر بيقول لك سبستانس تايتلي باوند تو بلازما بروتين with a low free fraction in the plasma will be removed with very small extent by conventional hemodialysis. ان كل المواد اللي هي extensively bound to plasma protein دي مش هتتغسل بالايه؟ بالهيموداليسيس العادي. طيب بيقول بقى حضرتك طب السليوت ريموفال بالنسبه من وجهه نظر المرشح بقى. انت عندك الدم اهوت والدياليزيت اهو. لو احنا مثلا افترضنا على سبيل المثال ان كميه اليوريا في الدم كانت 100. لو احنا ماشينا بالمنظر ده هيبدا المواد تعدي من هنا لهنا، على ما توصل نص المرشح بقت اليوريا هنا 50، وبقت كميتها في الدياليزيت قد ايه؟ 50 برضه. يبقى حصل ايكوليبريم ولا ما حصلش؟ حصل ايكوليبريم. طيب من النص المرشح لغايه اخر المرشح هل في اي تغيير هيحصل؟ يبقى انت مش محتاج كل المرشح ده. واخد بالك ازاي؟ يبقى انا كده بالنسبه لي حصل ايكوليبريم وانا مش عايز الايكوليبريم ده يحصل. يعني عايز الموضوع يستمر. فعشان اتجنب حدوث الايكوليبريم بعمل ايه؟ بعكس الاتجاه. اللي هو الدياليزيت جيومتري او فلومتري، ان انا بخلي الدم ماشي في الاتجاه ده واخلي الدياليزيت ماشي بالعكس. خد بالك ازاي من القصه دي؟ الدم ماشي في الاتجاه ده والدياليزيت ماشي ايه؟ العكس. فاقوم بقى مسائل هنا السؤال المعتاد يا ساره. على الشمال وعلى اليمين الانلت او الان فلو والاوت فلو، اقصى كميه لليوريا او للسوليوت هتبقى موجوده في الان فلو ولا في الاوت فلو؟ في الان فلو. كلام منطقي. طيب لو انا كل مره بدخل لك فريش دياليزيت، كل مره بدخل لك فريش دياليزيت، اقل كميه من السوليوتس هتبقى موجوده ناحيه الاوت فلو، فهنا هتبقى كميه الايه؟ اليوريا قليله جدا. في نفس الوقت
انا بدخل لك فريش دايليزيت مهما كانت كميه اليوريا هنا ناحيه الاوت فلو قليله فلازم الفريش دايليزيت هتبقى كميه اليوريا فيه اقل ما فيهوش خالص. فهنا هنا اللي هي في السلايد اللي فات ما فيهاش ايه ما فيهاش ديفيوجن هنا هيحصل ديفيوجن ولا لا هنا هيحصل ديفيوجن وانت ماشي كل ما انت ماشي الدايليزيت عمال يجمع لك يوريا 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 فاكتر كميه فيها سوليوتس هتبقى ناحيه الايه الدايليزيت اوت فلو ولكن هنا انت داخل لك فريش بلاد مليان يوريا فلازم هتبقى اليوريا هنا اعلى من هنا فانت كده ضمنت ان انت عندك الايه ان انت عندك ديفيوجن في كل القصه وانت منعت الايكوليبريم عشان هنا كان بيقول لك البيربس اوف كاونتر كارنت دي بيسموها كاونتر كارنت ان انا بعمل ايه ماكسمايزيشن للايه للديفيوجن او للكونسنتريشن ديفرنس ما بين الايه عشان ما مش بريشر فرق في الكونسنتريشن اه بالظبط كده نخش بقى نخش على الحته بقى الغتيته قوي في الكتب بتاعه الدياليسز اللي هي الايه الاكستراكشن ريشيو احنا كل ده بعمل نفتح مخنا يعني نبدا نوسع يعني ننور الطريق بتاعنا شويه عشان نوصل في الاخر للي هو الهدف الرئيسي من الشابتر ده كله ان هو يوصلك للكي تي اوفر في يعني هو الهدف الرئيسي من الشابتر ده قاعد يخش 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 وبعدين في الاخر راح رزع كي تي اوفر في فاحنا يعني ايه ده اللي احنا عايزين نوصله في الاخر لو احنا قلنا ان ده المرشح وده الانفلو ده الاوت فلو ان احنا مثلا نفترض هو كاتبها هنا سن اللي هي السيرم خلاص يوريا نايتروجين لو اليوريا ماشي هنا كانت 100 الانفلو بتاعك 100 وانت مشغل البلاد فلو كيو بي دي اللي هي البلاد والكيو معناها فلو ريت اخد بالك ازاي يبقى البي دي اختصار بلاد والكيو دي فلو ريت اللي هي البامب فانت سرعه الدم ماشيه جوه المرشح 400 ملي بير مينيت كل دقيقه بيعدي في المرشح ده 400 ملي فاحنا اخذنا عينه من الاوت فلو لقينا ان اليوريا كونسنتريشن فيها 40 خد بالك يبقى ات فلو ريت 400 يا عمرو انا قدرت اكستراكت قد ايه من اليوريا 60% مش محتاجه يعني فقاقه خالص سهله وبسيطه اهي يبقى هنا المرشح ده في الوضع ده في الانفايرمنت اللي انا حطيته فيها قدر يعمل اكستراكشن ل 60% من اليوريا اللي موجوده وصلت طيب راح قايل لك خد بالك ان الاكستراكشن ريشيو نوت افكتد باي ذا انلت يوريا كميه اليوريا اللي داخله ما تفرقش معايا انت هتدخل لي 100 هشيل لك منهم 60 هتدخل لي 200 هشيل لك منهم 120 هتدخل لي 10 هشيل لك 6 طول ما انت ايه مثبت المرشح ومثبت البامب خد بالك كل ما هتزود انا هزود ماشي طيب امال القصه تعتمد على ايه تعتمد على ده على الفلوريد تمام فقال لحضرتك المثال اللي احنا قلناه اللي انت دخلت 100 وطلعت 60 في المثال ده تقريبا الدم قعد في المرشح 15 ثانيه اتفقنا كده الدم قعد في المرشح ايه 15 ثانيه بينما لو انا قللت المب ل 200 الدم هيقعد 30 ثانيه يعني قعد وقت ايه اطول فالوقت الاطول هيديني فرصه ان انا اسحب اكتر ولا لا فبالتالي بص الاوت فلو بقى كام بدل ما كان 40 بقى 12 يعني انا شلت 88% من اليوري بينما لو انا مثلا قللت البامب خالص لغايه 1 ملي بر ايه بر مينت 1 ملي بر مينت الدم هيقعد جوه المرشح 100 دقيقه وهيطلع 0.1 يعني انا شلت كام 99.9 بس ده الدم اللي في المرشح مش بالظبط ايوه الدم اللي عدى في المرشح ما انت بتعدي في المرشح 1 ملي في الدقيقه ما انا هقول لك المحصله بس كريم مش معايا بس ولو انا بقى خدت الموضوع للاكستريم الناحيه الثانيه انا هنا ده الاكستريم في اللو طب انا هاخد الاكستريم في الهاي انا هعدي من الدم بسرعه جدا هعديه 20 لتر في الدقيقه 20 لتر في الدقيقه هنا الدم قاعد جوه مرشح 3.3 من الثانيه فالاكستراكشن ريشيو بقى كام؟ بقى 3 بعد ما كان 60 على بامب 400 بقى 3 على بامب 2000 او 20,000 فيظهر للعيان ان كل ما سرعه البامب زادت كل ما حضرتك غسلت ايه؟ اسوأ خد بالك ازاي؟ ولكن هو مش قصده كده هو قصده يقول لك ان انت كل ما سرعت البامب
كل اللي حي... كل ما حي... كل اللي هيحصل له اكستراكشن في الدقيقه الواحده هيبقى اقل. ماشي كده الكلام؟ بس تعالى نشوف القصه عامله ازاي. هي القصه عامله ان الشاب المرشح بالغساله، لا هو مرشح ده عباره عن غساله. ماشي، الهاير فلو ريت، الهاير بلاد فلو ريت هيديك لوور اكستراكشن ريشيو. كل ما انت سرعت الدم اكتر مش هتعرف تشيل منه البقع دي كويس، وكل ما انت بطأت كل ما هيديك هاير اكستراكشن ريشيو. فعشان كده لو انت عندك حاجه مبقعه جامد قوي، لا انت بتطلعها وتقعد بقى ايه تدعك فيها يدا وكده عشان ايه تقدر تطلع منها، يبقى الاكستراكشن ريشيو بيتناسب انفرسلي مع الايه مع الفلوريت. طب يعني نغسل المريض على مرشح بامب عالي ولا بامب واطي؟ يعني ده كده عكس الكلام اللي انت بتقوله. بس لا انت بقى عشان تفهم القصه دي لازم نشيل بقى الاكستراكشن ريشيو من حساباتنا ونخش في كونسبت تاني اسمه كليرنس. فانا عايز الناس بس ايه تمسح مخها كويس كده عشان تركز معانا في الحته دي. الموضوع بيصعب، ها ارقام بقى وبتاع، ما دخلت في ارقام بص بيقلبوا ادبي. عارف القصه دي. نفس المثال بتاعنا مش هنغيره، مش هنغيره. يا دكتور احمد بص يا بيه، عشان الحته دي بقى ليك انت شخصيا. احنا هناخد الانلت اللي هو الكاتاليوريا فيه تركيزه 100 على بامب 400. انا ممكن احللها بوجهتين نظر، ممكن اقول ان اللي طالع كان ايه تركيزه 40، اللي طالع تركيزه ايه 40. بس في واحد تاني يبص لها من وجهه نظر ثانيه يقول لك طيب اللي طالع ده تركيزه 40 صح، طيب ما تيجي نقسمهم. نقسمهم ازاي؟ هو المرشح ده نضف كام في المية؟ 60%. فاحنا نقسمهم 60% نضفوا خالص بقت اليوريا فيهم زيرو، و40% لسه تركيز اليوريا فيهم نفس التركيز الايه؟ الاصلي. خد بالك من النقطة دي؟ صحصح معايا والنبي مل. يبقى انت اللي كان داخل عندك 100 طلع عندك التركيز 40، فانت يا اما تبص لها كده يا اما تبص لها نظره تشريحيه تقول لا انا غسلت 60% او نضفت 60%، ففي 60% من الفلو توتالي كليرد اليوريا فيهم زيرو، و40% توتالي لسه اليوريا كونسنتريشن بتاعهم از اوريجينال. فاقوم سائل طب انا لو ضربت 60% 60% اللي نضفوا دولت في البلاد فلو 60% من 400 يطلع 240، ولو انا ضربت ال 40% في البلاد فلو ال 400 هيطلع 160. فانا ممكن اقوم قايل ايه؟ ممكن اقول دي طبعا دي 60 و40، ان الدياليزر اكستراكشن ريشيو 60% اللي احنا لسه متكلمين عليه انا اقدر اترجمه لحاجه اسمها دياليزر كليرنس، عن طريق ان انا اضرب الاكستراكشن ريشيو اللي هو كان 6 من 10 في البلاد فلو ريت فيطلع 240. 6 من 10 في 400. اه فانا اقول ساعتها ايه؟ اقول ان انا المرشح بتاعي قدر يغسل او يعمل او ينظف 240 ملي بلازما في الدقيقه الواحده. خدت بالك ما بين فرق الاكستراكشن ريشيو وما بين الكليرنس؟ لما باجي اتكلم على الكليرنس بتكلم على فوليوم، مش بتكلم على حاجه شلتها، لا على فوليوم نضفته. انا نضفت 240 ملي في الدقيقه الواحده، وده بقى اللي احنا هنعبر عليه بعد كده بكلمه الايه الكي، او كانوا بيسموها زمان الكي دي. كي دي الكليرنس والدي دي بتاعت الدياليزر بتاعت المرشح. فالكي دلوقتي بقى الايه بقى الكليرنس. انت مرشح ده بينظف قد ايه بلازما في الدقيقه الواحده، واللي احنا بقى بناخد الاكستراكشن ريشيو نضربه في ايه؟ في ايه؟ في البلاد فلو، في البلاد فلو. فيلا كده طلعوا لي موبايلاتكم. انت ما بتطلعش موبايل يا عمرو؟ اه طيب يلا هدير. بص هدير. نعم. مش لاقي الحاسبه؟ نعم. لقيتها. بص يا حبيبي، بيقول لحضرتك لو انا ماشي على بلاد فلو 50 والانلت يوريا 1
سوري اول كريتيريا واحد والاكستراكشن ريشيو 99% تتوقعي اليوريا كليرا او كليرا بتاع الدياليزر هيبقى كام 49 ونص اقول 50 خدت بالك خدت بالك تاني هو ده نفس المرشح احنا بنتكلم على نفس المرشح المرشح ده بغسل بيه على بامب ايه 50 لما غسلت على بامب 50 واليوريا قلت 100 يعني انا مثبت حاجتين مثبت المرشح نوع المرشح ومثبت كميه اليوريا اللي داخله لما غسلت على بامب 50 طلع واحد وشلت 99 طب لو غسلت على بامب 200 يا نجوى ما طلعتش لو غسلت على بامب 200 يا شيماء يا نهار اسود كلها طار 24 24 ايه لازم انت لازم يزيد 176 176 يا جماعه 88 على 100 في 200 بالظبط يعني هو 88 في 2 ب 176 خد بالكوا ده نفس المرشح 88 في 200 88 في 180 على 100 88 من 100 صح الحسبه يا جماعه حسبه بالظبط كده عد على صوابعك يا بيه عد على صوابعك طيب يبقى خد بالك المريض لما غسلت له مل على بمبه 50 شلت 99% ماشي الكلام لما شلت له على بمب 200 شلت 88% ما انت كل ما بتعلي البمب كل ما الكليرنس بيحصل كل قصدي ما الاكستراكشن ريشيو بيقل بس خدت بالك اللي حصل هنا ايه لما عليت البمب الكليرنس حصل له ايه زاد بالظبط كده خدت 100 طب لو خليت البمب 400 هيطلع 240 دي لسه حاسبينها طب لو خليت البمب 500 يا جماعه في ايه يا جماعه انتوا ما تقوليش 62 طب لو خليت البامب 20000 600 ممكن بقى يا دكتور محمود تفهمني يعني ايه كليرنس الكليرنس ده الفوليوم والبلاط اللي حصل فيه اللي حصل له كليرنس من الكليرنس كومبليتلي ده اللي كان اليوريا كونسنتريشن كام فيه زيرو ثيوريتيكال طبعا الكلام ده ثيوريتيكال خد بالك ازاي يبقى انا كل ما بعلي البامب كل ما الاكستراكشن ريشيو بيقل بس كل ما الكليرنس بيعلى فده خلى الشركات اللي بتصنع مرشحات طبعا كل ما الكيو بي اتفضل لغايه دلوقتي ما لكش اي علاقه بالدايت بتاع اللي انا بشتغل لا احنا ما لسه ما دي في الكي لسه التي والبي ايوه ده دلوقتي طيب لسه ما دخلناش التايم احنا الحمد لله وصلنا لصفحه 40 اهو عندنا 6 صفحات خد بالك ازاي فده شيء شيء الشابتر ده حاجه و30 صفحه لا هو من اسوء الشباتر واكبرها عشان هو يخلص على 6 محاضرات 22 محاضره 22 محاضره لا بس هو الموضوع لا ما تقلقش لغايه دلوقتي تمام باشا لغايه دلوقتي تمام الحمد لله يبقى احنا عرفنا في الاخر العلاقه ما بين البامب ما بين الايه ما بين الكي كل ما البامب زادت كل ما الكي زادت خد بالك ازاي من القصه دي واحد قال لك طب يا جماعه معلش يعني طب ما انا يعني عشان العب انا في القصه دي واذكرها للمريض بتاعي انا عايز حاجه ثابته عايز حاجه ثابته الاقي اكتبها في المرشح اللي انا صنعته قال لك لما تيجي نعمل حاجه ثيوريتيكال اسمها كي او اي كي او اي دي حاجه خاصه بكل مرشح اللي اسمها ماس ترانسفير اريا كوفيشنت هنا انا عملت ايه انا وصلت للماكسيمم بلاد فلو وللماكسيمم دايليزيت فلو انا سرعت كل حاجه للماكسيمم لاعلى حاجه عندي واشوف الرقم هيطلع كام طبعا اي مرشح عشان ينزل يوصل لحضرتك الاول هو عدى على اختبارات كتيره جدا من ضمن الاختبارات دي ان انا بجرب المرشح ده عندي في المصنع على فلويد الفلويد ده مش دم في بعض الشركات بتجربه على دم حيوانات بس اغلب الشركات بتجربوا على محاليل هم حاطين فيها بولينا وكرياتينين وسوليوتس وابدا اشوف المحاليل دي بتتغسل ازاي بس طبعا الموضوع بيبقى مختلف في البني ادمين عن الايه عن المحاليل اللي انا بصنعها دي عشان اجرب عليها المرشح بس هو لقى في الاخر ايه لقى ان الحقيقه العلاقه ما بين البلاد فلو ريت ما بين الكي او الكي دي علاقه طرديه كل ما حضرتك زودت الفلو بتاع الدم كل ما الكي هتزيد بس توصل لسارة الليمت خلاص المرشح بيجيب لك اخر يقول لك ما فيش ما اقدرش اطلع لك اكتر من كده
بيتوقف طبعا على الحاجات التانية بقى. هو المرشح ده برضو نفس القصة, الثيكنس بتاعه قد ايه والبور سايز قد ايه وهو حجم المرشح قد ايه والكلام ده. طيب فاحنا عشان نختصر كده الكو الكي او اي كي او ديت البرميابيليتي كوفيشنت, والاي دي التوتال افكتيف سيرفيس اريا بتاعت المرشح. دي كلمه كو او كي او اي. فالكي او برميابيليتي كوفيشنت معامل النفاذيه بتاع المرشح ده بيتوقف على ثلاث حاجات: الثيكنس بتاع الممبرين والبور نمبر اند سايز وحاجه بيسموها سبيسر يارد. سبيسر يارد ديت الفتل كده بتبقى معديه جوه المرشح, فكرتها كلها ان هي بتقتل اي ديد سبيس جوه المرشح. بتقتل اي ديد سبيس يعني ايه؟ يعني انت المفروض كل هولو فايبر معدي بيبقى جواه دم ومحاط من بره بايه؟ بدايليزيت. ساعات الدايليزيت مش بتوزع حوالين الهولو فايبرز افيشنتلي. فلو انت خلقت ديد سبيس فيه هواء ما فيهوش دايليزيت, الحته ديت مش هتغسل, مش هيحصل لها ديفيوجن, فانت كده قللت من كفاءه الايه؟ الغسيل. فانا لو انا خلقت لك طرق ممهده ومعبده عشان اقدر اعدي لك فيها الدايليزيت يتوزع بالتساوي, يبقى انا هضمن ان انا اوزع لك كفاءه احسن في الغسيل. هي دي فكره السبيسر يارد. طيب النقطه بتاعه الاي بقى ديت الكي او اي بتعتمد على حجم المرشح. وانت بقى لما تيجي تقرا المرشح كده تلاقي مرشح 1 و4, مرشح 1 ونص, مرشح 2 و1 وهكذا. الاقل مرشح بالمناسبه كام؟ 1. لا في اقل مرشح. لا احنا جالنا قبل كده مرشح 8 من 10 كانت لنا قبل كده. المره الجايه احنا بنقولها دي ان شاء الله لو وصلنا المره الجايه يعني. طيب علاقه دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. احنا هنا بنشوف البلاد فلو الكيو بي علاقتها بالكليرنس. هدير دلوقتي احنا خلاص احنا عرفنا ان علاقه الايه الكليرنس بالبلاد فلو والكيرف اللي احنا رسمناه المره اللي فاتت ده كان ثيوري كي او اي. انما هنا بنتكلم على ان فيفو يوريا كليرنس. يعني هنا جبنا مرضى بقى حقيقيين ورسمنا لهم بمرشحات مختلفه, دي كل خط من دول يمثل مرشح شكل خلاص على ديفرنت بامبس او على ديفرنت بلاد فلو. لاحظت ايه؟ ان كل ما البامب قلت كل ما الكليرنس بقى كله ايه؟ قريب من بعض. والديفرنس ما بين المرشحات بيبان قوي كل ما بتوصل ببامب 450 500. ايه ده في مسافات كبيره قوي. يعني المرشحات كلها على بامب 200 اليوريا كليرنس بتاعها 160. انما لما عليت البامب لقيت مرشح 700 ومرشح 1600. يبقى الخلاصه من النقطه دي لو انا عندي مرشح هاي افشنتلي يعني الكي او اي بتاعته عاليه, كل ما الكي او اي عالت يبقى مرشح افشنت اكتر. انا مش هبين كفاءته دي غير على بامب عالي. يبقى من منتهى ضياع الفلوس وضياع المخ والعقل ان انا اجيب مرشح احلى حاجه في الدنيا واغلى حاجه في الميه في الدنيا واخسر بيها المرشح على بامب 200 250. يبقى انا ضيعت فلوسي على الفاضي والمريض ما استفادش. غسلته بمرشحه ب 120 جنيه هي هتطلع نفس كفاءه الجلسه اللي غسل بيها المرشح ب 40 جنيه. اتفقنا؟ فبالتالي كالكوليتنج ذا سليوت ريموفال ريت بقى اللي احنا بنتكلم عليها, لو اليوريا انلت, ركز بقى عشان ايه دكتوره ساره اللي هتطلع المعادله دي. دكتوره ساره لو اليوريا انلت 1 مللي جرام بير مللي ماشي كده الكلام؟ والكليرنس 240 واحنا بنشيل 240 مللي بير مينت اوف يوريا نايتروجين فروم ذا بيشنت. ولكن لو اليوريا انلت كانت 120 مللي جرام بير دي سي لتر, خد بالك اصل دي الصن دي كانت ايه؟ كانت نظريا. انما هنا بقى حولناها للمريض. لو المريض اليوريا بتاعته 120 وانا غسل له بمرشح الكليرنس بتاعه 240, تتوقعي الكليرنس بتاعه ساعتها هيبقى كام؟ مع العلم يعني مع العلم ركزي قبل ما تجاوبي كده وتطلبي الارقام بمنتهى البساطه. النقطه التركه في السؤال ده ايه؟ ان هنا اليوريا متقاسه بملي جرام بير وهنا الكليرنس متقاس, يبقى لازم تحولي الدي سي الى ملي والدي سي فيه كام ملي؟ 100. يعني احنا هنقول ان اليوريا هتطلع 1 و2 ملي لكل ملي, 1 و2 ملي لكل ملي لان انا هقسم على 100, فهضربها في الكليرنس هيطلع كام؟ ان احنا بنقدر نغسل
288 ملي ملي دي برضو مش ملي جرام ملي لتر بير مينت ماشي كده الكلام. طيب نقطه برضو من النقط الغريبه قوي هو تاثير الهيماتوكريت. ايه ده الهيماتوكريت بيفرق؟ الهيماتوكريت بيفرق في كفاءه الغسيل ازاي يا فندم؟ واحنا لما بنغسل بنغسل البلازما ولا ولا ريد بلاد سيلز؟ بلازما. يبقى كل ما عدد الاريثروسايت زاد كل ما الهيماتوكريت زاد يبقى كميه البلازما فوليوم هيحصل له ايه؟ هيقل فكفاءه الغسيل تقل. فعشان كده تطلع الجمله المريبه دي انيميك بيشنت هاف ا هاير كليرنس. بالك ازاي؟ طيب إيه لو قالك يعني النقطه بقى المثال اللي قالك لو الهيماتوكريت بتاعي 30% على بمب 400 ف 30% في كميه الدم دي هتطلع البلازما هنا كانت 280 البلازما كانت 280 والريد بلاد سيلز 120 فانت قسمت البلاد فلو اللي هو 400 ل 280 بلازما و 120 ايه ريد بلاد سيلز. بينما لو كانت الهيماتوكريت اقل كان كميه البلازما هتزيد فالغسيل هيتحسن اكتر لان احنا بنغسل البلازما. تاني نقطه مهمه جدا وهي الرسمه دي دي الرسمه اللي احنا عاملين نتكلم عليها. بيقول لحضرتك ان اليوليا طب احنا بنتكلم على تاثير الريد بلاد سيلز اليوليا كليرد from both plasma and red blood cells during passage through the dialyzer. احنا بنغسل البلازما خد بالك يعني بيقول لحضرتك المرشح اهو انت عديت فيه دم فيه ريد بلاد سيلز وفيه بلازما على ما وصلت نص المرشح شلت كل اليوريا اللي في البلازما. قبل ما الدم ده يوصل اخر المرشح اليوريا اللي جوه الريد بلاد سيلز طلعت في البلازما لان الديفيوجن ريت بتاعها سريع جدا الديفيوجن ريت بتاعها املا سريع جدا كل ما تشيلها من الدم تطلع لك من الريد بلاد سيلز تاني فكان حضرتك ما فرقتش يعني كميه الريد بلاد سيلز في اليوريا ريموفال مش هتفرق لان انا تقريبا بغسل من جوه ومن بره. انما القصه تختلف في الناس بتوع الايه الكرياتينين والفوسفورس. الكرياتينين والفوسفورس خروجهم او الديفيوجن ريت بتاعهم بطيء ما بيطلعوش بسرعه ويمكن الفوسفورس اخطت في القصه دي غتت جدا في خروجه. فكل ما الهيماتوكريت زاد معنى كده ان في فوسفورس جوه برضه وفي كرياتينين جوه مش هعرف اشيله بسهوله لان انا مستنيه يحصل له ديفيوجن من جوه الخلايا اللي بقى انا بغسل في البلازما 10 على 10 ليه؟ لان حجمه صغير الكرياتين والفوسفورس حجمهم ايه؟ صغير فبيتشالوا بسهوله. انما اللي جوه الريد بلاد سيلز وجوه الخلايا عشان يطلع البلازما هياخد له ايه؟ هياخد له وقت. فيقول لحضرتك فزياده الهيماتوكريت من 20 ل 40 بالنسبه لنا احنا تمن عاديه ديت هتقلل اليوريا كليرنس ترايفل حاجه يعني لا تذكر ولكن هتعمل نوتيسابل ديكريز في الكليرنس بتاع الكرياتينين والايه؟ والفوسفورس. هتأسرع كليرنس. عشان كده كان السؤال بتاع الدكتوره فاطمه في الامتحان سؤال محترم ان الفوسفورس بيتشال 90 120 اول في اول ساعه اول ساعه ونص ساعتين من الغسيل لان انت شلت اللي في الدم كله ومجرد ما تسيب المريض تلاقي الفوسفورس تاني راجع يزيد تاني. طب راجع منين؟ على ما طلع لنا بقى من جوه الايه؟ من جوه الخلايا للدم. ماشي القصه دي. طب الافكت فيها كل حاجه يا باشا زيها زي بقيه الخلايا مش ليها سيل ممبرين وبتاع الافكت اوف دايليسيس سوليوشن فلوريت. ايه ده هو؟ طب انا عارف ان في كيو بي طلع في حاجه اسمها كيو دي. يعني ايه بقى دكتوره الاء؟ يعني الدايليزيت اللي بيعدي جوه المرشح ده ليه سرعه. طب وانا ممكن العب فيها السرعه دي يا رحلان؟ اكيد طبعا المكنه ممكن تظبطها من المكنه. ماشي كده الكلام. بقول لحضرتك ان كل ما الكيو دي كل ما الفلو ريت بتاع الدايليزيت زاد كل ما هيحسن الديفيوجن برضه لان انت كل مره هتدخل لي ايه؟ فريش دايليزيت فريش دايليزيت فريش دايليزيت. ولكن الافكت ده مش يعني مش 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 فارق قوي يعني لان احنا اغلب الناس بتاعنا بنغسلهم من 500 ل 800 او في الاغلب 500 اغلب المكن هتلاقينا عندنا مظبوط على 500. مش المفروض المفروض ان انت كدكتور تبدا تبقى عارف كل حاجه وتبدا تلعب في كل حاجه. مش يعني مش الصح خالص ان احنا هذا ما وجدنا عليه اباؤنا. واخد بالك ازاي؟ لا انا بذاكر وبقرا وبعرف وببدا اطبق الكلام اللي انا ذاكرته ده طول ما انا فاهم كويس. لو انا زودت الدايليزيت فلو ريت من 500 ل 800 هحسن الكليرنس من 5 ل 8%. نسبه التحسن بس تكاد تكون ضئيله. فيعني ما فرقتش كتير.
الاوبتيمم اللي متفق عليه ان ان الدايليزيت فلو بيكون من مره ونص المرتين قد البلاك فلو. يعني انت لو بتغسل على بامب 400 حط دايليزيت فلو 800 وهكذا، يعني خدها بالقياس كده. طيب تعالى بقى نتكلم. الكتاب كاتب فيري لارج مولكيول بيتا 2 مايكروجلوبول. احنا اتفقنا ان ما اسمهاش فيري لارج مولكيول، اسمها ميدل سايز، بس احنا يعني ايه. طيب بيقول حضرتك ان البيتا 2 مايكروجلوبول ان المولكيولر ويت بتاعها 11800، عشان تعديه محتاجه مرشح الفتحات بتاعته كبيره، بور سايز كبير. فالفتحات المرشحات اللي البور سايز كبير ده كبيره دي احنا بنسميها هاي فلكس. وكلمه فلكس الترجمه الحرفيه بتاع الفلكس دي ان شاء الله دكتوره حنان هتجيبها لنا يوم الثلاث، يوم الثلاث ما ان شاء الله المحاضره الجايه هتبقى يوم الثلاث. فيوم الثلاث هتجيبي ترجمه حرفيه لكلمه فلكس. هما يعني ايه كلمه هاي؟ يعني انا فاهمين مرشح هاي فلكس مرشح بيغسل كويس، مرشح لو فلكس ما بيغسل وحش، مش كده؟ عايز افهم هما الناس يسموها فلكس ليه، يعني ايه فلكس؟ فقال لك لو انا عايز يعني اشيل بيتا 2 مايكرو جلوبلين اخد بالك بغسل بايه؟ باي فلكس، لان فتحات المرشح هنا كبيره تقدر تعدي المركبات الخضراء دي اللي هي البيتا 2 مايكرو جلوبلين. ماشي كده الكلام؟ واحنا قلنا الميدل سايز دي بتبقى كونفكشن مش ديفيوجن، صح كده؟ تتشال احسن بالكونفكشن، مش معنى كده ان ما تشالش بالديفيوج، بتتشال بس بكفاءه اقل. اتفقنا؟ الغريب بقى ان هم عملوا دراسه هو الايام اللي هو بالديفيوجن هيتشال السايز على بور سايز كويس، بس هيبقى الريموفر ريت او الكليرنس بتاعها اقل لان هتبقى حركته بطيئه اقل من التاني، ما بالك تقيل. عملوا بقى دراسه دكتور كنيم بيشوف فيها اللو فلكس بالهاي فلكس. ثيوريتيكالي سبيكينج كلام نظري اهو، يا بيه فتحات اللو فلكس ما تعديش ال 11800، ده فتحات اللو فلكس بتبقى ايه؟ بتبقى 7000 8000، تعدي 7000 و8000 تعدي 11800 ازاي؟ ثيوريتيكالي المفروض ان انا اقيس البيتا 2 مايكرو جلوبل قبل الغسيل والاقيها هي هي بعد الغسيل، صح كده؟ لقوا ان الناس اللي بتوع اللو فلكس البيتا 2 مايكرو جلوبل بتقل عندهم بعد الغسيل. طب ازاي اتشال راحت فين؟ قال لك لا ده بيحصل حاجه اسمها ادزوربشن، ان الدم هو معدي البيتا 2 مايكرو جلوبلين بتلزق على الايه؟ على المرشح، فبتلزق على المرشح ما بتنزلش. فده دي طريقه من طرق الغسيل اللي هي ايه اللي احنا ما قلناهاش. احنا قلنا في ديفيوجن وكونفكشن وفي ادزوربشن، ان المركبات وهي ماشيه في الدم لزقت على المرشح. بس النسبه اكيد قليله جدا. فهو قال لك طب هو في حاجه اسمها افشنسي، حاجه اسمها فلكس، حاجه اسمها افشنسي، وفي حاجه اسمها ايه؟ فلكس. افشنسي احنا قلناها هو قدره المرشح على ان هو يشيل المواد الصغيره وبيعبر عنها بالكي او اي، والمرشح يبقى هاي افشنسي لو الكي او اي بتاعته اكتر من 600. ماشي كده الكلام؟ المرشح يبقى ايه؟ هاي افشنسي لو الكي او اي بتاعته اكتر من 600. طب الفلكس هي قدرته على ازاله الميدل سايز موليكيول، يبقى المرشح يبقى هاي فلكس لو بيشيل ميدل سايز مولكيول، ويبقى لو فلكس لو ما بيشيلش الميدل سايز مولكيول اللي هي بيتا 2 مايكرو جلوبين، هو ده الكبير بتاع العيله دي. ولو انت قست الكي او الكي او اف بتاعته، دي نقطه زياده، الكي او اف بتاعته لقيتها اكتر من 20، كي او اف دي اللي هي بتعبر عن ايه يا ملا؟ الترا فلتريشن كوفيشنت، اللي هو بيسحب ميه قد ايه. يبقى الفلكس عشان اعبر عنه بعبر عنه بحاجتين، قدرتك على ازاله الميدل سايز مولكيول وقدرتك على ازاله الايه؟ الميه. فانت دايما كده هتلاقي جملتين مختلفين، افشنسي وفلكس. فانت ممكن تلاقي مرشح لو افشنسي وذ هاي فلكس، ومرشح هاي افشنسي وذ لو فلكس. ويعني افشنسي يعني قدرتك على ازاله اليوريا كليرنس، تعمل يوريا كليرنس كويس، وفلكس قدرتك على ميدل سايز مولكيول ريموفال و الترا فلتريشن كوفيشنت. احنا كده بس عشان الجمله دي، يعني في ناس كتير عندها غلط، في ناس كتير بتقول ان السيرفس اريا كل ما زاد رفع ما زاد، معناها ان المرشح ده لازم يكون هاي فلكس. لا مش مظبوط الكلام ده، مش مظبوط الكلام ده، النقطه دي كده خلاص الكلام ده مش مظبوط. يعني ما عندكش مرشح دلوقتي الافشنسي ده كلير، ده الكي اوف يوريا فقط. ماشي الفلكس ده كليرنس اوف ميدل سايز مولكيول والترا فلتريشن، لازم اثنين. الالترا فلتريشن بس بنعبر عنها بحاجه ثالثه اسمها البرميابيلتي،
دايرايزر بيرميابيليتي. لو انا بقى لو انا عايز اقيس الكي يو اف بس، كي يو اف بس الحاجه اللي بتعبر عنها دايرايزر بيرميابيليتي. لو الكي يو اف عالي بس المرشح ده لو فلكس يبقى المرشح ده بيرميبل. تاني لو المرشح ده يقدر يسحب ميه كتير بس ما يقدرش يشيل بيتا 2 مايكروجلوبولين بيقولوا عليه هاي بيرميبل او هايلي بيرميبل ايه دايلايزر. ده في جزء كبير والثيكنس رفيع بس بس البورز مش كبير. انما عشان اقول عليه هاي فلكس لازم اسافر الهاي فلكس ايه خرام كبيره، والخرم اللي هيقدر يعدي ال 11800 هيقدر يعدي ال 18 بتاع الميه. فدي بالتبعيه اصح حضرتك ازاي؟ يعني مفيش مرشح يقدر، في مرشح يقدر يشيل ميه كتير بس ما يقدرش يشيل بيتا 2 مايكروجلوبولين، بس المرشح اللي شال بيتا 2 مايكروجلوبولين لازم يشيل ميه كتير. كده يعني اللي هنبدا فيه المره الجايه ان شاء الله باذن رب العالمين يعني هو السوليوت ريموفال فروم ذا بيشنت بروسبكتيف. احنا اتكلمنا كده على السوليوت ريموفال ان جنرال واتكلمنا عليها فروم دايلايزر بروسبكتيف، المره الجايه ان شاء الله هنتكلم عليها فروم بيشنت بروسبكتيف اللي هتبقى يوم الثلاث باذن الله. اتمنى تكونوا ذاكرتوا الجزء ده المره الجايه يعني اذا عشتوا المره الجايه، المره الجايه ابدا بالاسئله على طول.